المطاعم مكان جميل جدا بنروحه عشان نقضي وقت لطيف مع عائلتنا وأصحابنا وحبايبنا، مكان بنروحه عشان نكون ذكرى جميلة ونغير مودنا لو كنا مخنوقين ساعات. بس القصص اللي معانا النهاردة هتكون عن ناس راحوا المطاعم بس كونوا ذكريات صعب نسيانها خالص، ذكريات هتفضل تطاردهم لآخر يوم في عمرهم. القصة الأولى، القصة دي حصلت في أمريكا عن واحد اسمه جو ماثني. جو ماثني اتولد سنة 1953 وكان فرد من عيلة مكونة من 6 أفراد. والد جو كان مدمن خمر، ووالدته ما كانتش فاضية ولا متواجدة في كل مراحل حياته لأنها هي كمان كانت مدمنة. وهو عنده 6 سنين والده توفى في حادث سير، ومن بعدها فضل يتنقل بين دور الأيتام، وعلى سن 18 بيقولوا إنه بقى مشرد ومرضيش يعيش مع أي حد من عيلته اللي كانت متبنياه في الوقت ده. وفي الفترة دي كان ما بيعملش إلا مشاكله بس من الإدمان اللي دخل فيه هو كمان زي أهله، والمرة دي مش إدمان خمور بس، ده إدمان كل أنواع الحاجات وما سابش حاجة مجربهاش. بس بشكل ما محدش عارف إزاي على أوائل التسعينات جو عرف يبني لنفسه أسرة وحياة كويسة جدا وبقى شغال سواق شاحنات نقل. بس الزمن كرر نفسه تاني ومرات جو بقت مدمنة هي كمان. وفي يوم من الأيام جو رجع البيت لقى أن بيته فاضي خالص ومفهوش ولا قطعة فرش واحدة، ولقى رسالة واحدة من مراته، رسالة مكتوب فيها إنها سابته وخدت طفلهم وهربت ومش هترجع تاني البيت. جو ساعتها كان متضايق قوي من اللي حصل ده، وفضل يدور في كل مكان عن خبر يوصله لمراته اللي سابته. وفعلا بعدها بشوية اكتشف ان مراته سابته وراحت لحد تاني، بس الحد التاني ده كان مدمن زيها، والشرطة اخدت منهم الطفل عشان هما الاتنين ملاحقتهم للإدمان خلتهم يهملوا الطفل وتربيته. فانتقل لدار أيتام وفي عيلة خدته وتبنته. مع الوقت جو عرف انها هي والراجل اللي هربت معاه بيتعاطوا تحت كوبري معين في منطقتهم، وجو عرف المكان. بس لما راح المكان ما لقاش مراته، كل اللي لقاه هو 2 رجالة كانوا بيتعاطوا تحت الكوبري. سألهم اذا كانوا شافوا مراته بتيجي هنا ووصف لهم شكلها، بس هما الاتنين نفوا انهم شافوها. جو حس ان الاتنين بيكذبوا عليه، وفي لحظة غضب شديدة كان وصل لها قتل الاتنين ورمى جثثهم في النهر اللي كان جنب الكوبري بالظبط. شوية وفجأة لقى 2 ستات داخلين عليه وبدأوا يتعاطوا في نفس المكان اللي 2 الرجالة كانوا واقفين فيه. سألهم نفس السؤال، هل شافوا مراته هنا قبل كده؟ وبرضه نفوا انهم شافوها. وللأسف عصبيته كانت لسه مستمرة، فقتلهم هم كمان بعصاية حديد لقاها تحت الكوبري، ونفس اللي عملوا في الجثتين اللي فاتوا رمى جثثهم في النهر هم كمان. للأسف في نفس التوقيت ده كان في راجل كبير في السن بيصطاد جنبه بمسافة، بس كان مديله ظهره وما كانش واخد باله. بس جو خاف انه يكون الشخص ده شاف اي حاجة من اللي حصلت ويروح يبلغ عنه، فراح من وراه خبطه بنفس العصاية الحديد على راسه، والضربة دي خلته يموت. بالنسبة لقاتل متسلسل انه يبدأ سلسلة جرايمه ب5 ضحايا مرة واحدة كانت حاجة تبين قد ايه هو شخص مش سوي نفسيا وخطر جدا على كل الناس. بعد فترة بسيطة الشرطة اكتشفت جثث 2 الرجالة اللي هو قتلهم، وبعد تحقيق طويل اتحكم على جو بالسجن 18 شهر بس، وطبعا دي مدة حكم غريبة جدا وندموا عليها بعدها لما خرج. السبب اللي خلاه ياخد 18 شهر بس هو ان الأدلة الجسدية كانت قليلة جدا على الضحايا، احنا برضو بنتكلم عن التسعينات، الأدلة الجنائية ما كانتش متطورة زي وقتنا ده خالص، وكانت بتحصل فيها مشاكل كتير زي قضية جو ماثني مثلا. المهم لما جو خرج من السجن بعد 18 شهر أدمن نوع تاني من الإدمان، نوع بشع جدا، هو قتل الناس بدون سبب بس لأنه عايز يقتلهم. والموضوع ما خدش وقت لحد ما جو لقى الطريقة اللي يخفي بيها جثثه، لا وكمان تخليه عايز يقتل أكتر وأكتر. جو اكتشف إن مع شوية توابل
اللحم البشري طعمه بيكون أحلى من أي ساندويش برجر، وده كان السبب اللي خلى وزارة الصحة في أمريكا تتجنن من البهدلة اللي حصلت الفترة دي. بعدها جو طلب من مديره القديم في شركة النقل والتخزين اللي كان شغال فيه زمان إنه يرجعه الشغل، عشان عايز حياته تكون مستقرة وتتعدل ويبدأ بداية جديدة، وقال له إنه هيبات في الشغل كمان عشان يثبت إن قلبه على الشغل ويبين جديته للراجل عشان يرجعه تاني ويبدأ بداية جديدة. وفعلا الراجل وافق، والمكان اللي اتعين يشتغل فيه كان معزول عن المدينة وما كانش فيه ناس، وهو عبارة عن أرض واسعة جدا بيخزنوا فيها بضاعة، وده كان مكان مناسب جدا لجو إنه يستمر في إدمانه وهوايته اللي ظهرت فجأة. طبعا بدأ جو بإنه سحب اتنين للمكان اللي هو شغال فيه بحجة التعاطي كالعادة، وقتلهم وعلقهم على الخطاف اللي موجود هناك، وكمان بدأ يقطع لحمهم ويخزنه ويجمده، والعظم كان بيدفنه في مكان قريب من الحتة اللي هو شغال فيها في أرض فاضية برضه. ساعتها جو فضل يجرب طعم اللحم، ولما توصل لطريقة يخفي بيها إنه لحم بشري قرر يفتح عربية جنب مكان الشغل بالظبط يبيع فيها سندوتشات، عربية متنقلة تبيع برجر بمكون سري محدش عارف هو ليه طعمه مختلف. فضل مشغل العربية لمدة أسابيع، والزباين كانت بتزيد لاختلاف الطعم اللي عنده، لكن فجأة اللحم السري خلص. أيوة، جو في اعترافاته قالها باللفظ ده، اللحم السري. بعدها جو بقى بيحاول بأي شكل إنه يسحب ضحايا بأي حجة ناحية المكان اللي هو شغال فيه، ويقتلهم ويعلقهم زي اللي فاتوا ويستخرج منهم اللحم السري. في مرة من المرات جو عرف يسحب صاحبته اللي اسمها ريتا كامبر لمكان الشغل بحجة التعاطي برضه، بس لما وصلوا هي رفضت، وهو اتعصب قوي وقال لها إنه هيقتلها ويدفنها في الغابة زي ما عمل مع البنات التانيين اللي قبلها. بس الحسن حظها عرفت تهرب منه قبل ما يقتلها، ونطت فوق سور المخزن وطلعت على الطريق السريع. وقفت أول عربية نقل معدية وهي في قمة الرعب اللي حاسة بيه، وقالت للسواق اطلع بسرعة أرجوك. بعدها على طول جو توتر جدا واتصل بواحد صاحبه واثق فيه، وقال له يجيله عند الشغل يساعده إنه يدفن جثة واحدة من ضحاياه كانت جثتها لسه متسابة في المخزن، وما كانش قادر ينقلها ساعتها جو. بس صاحب جو ده طلع إنسان كويس وبلغ الشرطة بالكلام اللي جو قاله له في التليفون. وفعلا الصبح على طول من اليوم اللي بعده الشرطة جت لجو في مكان شغله وقبضوا عليه، وبعدها اتقبض كمان على صاحب الشغل اللي جو كان شغال عنده، لأنه في فترة التحقيق حاول يخفي أدلة تدين جو وينظف مكان شغله عشان ما يتقفلش، فبالتالي اعتبروه إنه بيخفي أدلة وبيساعد جو في الجرائم. أيوة، هو فعلا كان صاحب جو وكان مصدق إن جو عايز يبدأ بداية جديدة، فكان بينظف وراه. في التحقيقات اكتشفوا إن مجموع الناس اللي قتلهم جو كان 10، ده مجموع الناس اللي استخدمهم كمكون سري في البرجر بس. وفي التحقيقات جو قال كمان إنه أكتر حاجة هو ندمان عليها إنه ما قتلش الاتنين اللي هو أصلا كان بيدور عليهم عشان يقتلهم، اللي هم مراته واللي هربت معاه. في المحاكمة جو طلب إنهم يدوله أقصى حكم ممكن ياخده، حكم الإعدام، لأن كلمة آسف مش هتخرج من بقه أبدا، ولو قالها هتبقى كدبة. ولما اتسأل ليه كان بيعمل كل ده بكل بساطة قال لهم أنا كنت مستمتع جدا باللي بعمله. وفي سنة 1998 جو أخذ اللي طلبه وخد حكم الإعدام بالفعل، لكن في سنة 2000 الحكم اتغير لسبب ما بعد تغيير القوانين في الولاية اللي اتحكم فيها جو، وبقى الحكم السجن المؤبد بدون خروج. قضية جو ماثني مليانة قرارات غريبة من القضاء الأمريكي، وفي سنة 2017 الوحش المقزز ده أخيرا غاب عن عالمنا لأسباب طبيعية. قصة تخلينا نخاف جدا من كلمة مكون سري، ونبقى عايزين نعرف احنا بناكل ايه بالظبط في المطاعم اللي بنروحها. القصة التانية، اسمي مي وأنا شغالة في مطعم في نص المدينة اللي أنا عايشة فيها. الموقف اللي هحكيه لكم ده بيدل قد إيه الدنيا فيها ناس مش نظيفة من جوه
ونفسيتها مريضة ومش سوية خالص. موقف يخلي كل بنت تاخد حذرها من أي حاجة وما تديش أمان لأي حد أبدا مهما كان. أنا شغلانتي في المطعم إني ويتر، باخد الأوردرات من الناس وبلغ المطبخ بيها عشان يجهزها، وكمان بطلع الفواتير للناس لما يجوا يمشوا. وللأسف شغالة في الشفت الليلي لأن مطعمنا كان فاتح 24 ساعة. كنت محتاج الشغل وقتها عشان بابا متوفي وأنا اللي بصرف على البيت وعلى دراسة إخواتي الصغيرين، وما كانش قدامي أي خيار تاني غير الشغلانة دي. المهم في ليلة من الليالي في الشفت بتاعي دخل المحل راجل في أواخر الأربعينات من عمره تقريبا وقعد، فكان لازم أروح أشوف الأوردر بتاعه. الوقت ساعتها كان الساعة 11 بالليل. قلت له اتفضل، ايه طلب حضرتك؟ سكت شوية وفضل باصص لي كتير وقال لي اطلبي لي على ذوقك انتي. قلت له ما اقدرش يا فندم، لازم حضرتك تقول لي طلبك. قال لي هاتيلي قهوة سكر زيادة. فضل مبحلق لي بشكل غريب جدا ومريب. قلت له ماشي تحت امرك، ورحت بلغت الاوردر بتاعه. وطول ما هو قاعد وانا لمح عينه جاي عليا، رحت لزميلتي في الشفت وقلت لها الراجل ده نظراته مش لطيفة خالص وقلقانة منه قوي. بعدها بشوية وهو بيطلب الشيك بص عليا، فقلت لزميلتي تروح هي تجيب له الشيك، وفعلا ودته له. شفته كان متضايق قوي ان مش انا اللي جبت له الشيك بتاعه، وصاحبتي اكدت عليا الكلام ده وقالت لي ده قال لي ان الخدمة عندكم اي كلام، وقال لي كمان انا احب الويتر اللي اتعامل معايا اول مره يفضل يتعامل معايا على طول لحد ما امشي. ما كانش فارق معايا يتضايق ولا يتحرق، كده كده كنت مبسوطه انه مشي، بس انبساطي ده ما كملش كتير. اليوم اللي بعده وفي نفس الميعاد تقريبا لقيت نفس الراجل داخل المطعم، ولما قعد وحد من زمايلي راح له لقيته بيقول لها ممكن الويتر الشاطره اللي جت لي امبارح هي اللي تجيلي النهارده كمان. سكت شويه واستحملت وقلت خلينا امشي الدنيا واروح اشوف عشان نخلص. رحت له وسالته يطلب ايه، طلب نفس اللي طلبه امبارح، وقال لي المره دي حاجه اشعرتني قوي وخلتني اخاف جدا. قال لي هو انا لو طلبت اتنين تقعدي معايا؟ وغمز لي غمزه خلتني كنت هستقيل في ساعتها. ما قدرتش اسكت، قلت له حضرتك كده ما يصحش، انا بشوف شغلي وبس، ما ينفعش اللي بتقوله ده. وصوتي عالي فجأة شوية ولقيت المدير طالع من جوه وجاي ناحيتنا وقال ايه اللي بيحصل يا مي؟ وقبل ما انطق لقيته بيقول للمدير انتوا معينين ناس ما عندهاش كفاءة في المطعم بتاعكم. حبيت اديها تبس فهمتني غلط ومن غير مقدمات بتتعصب عليا كمان، وقام ومشي ومن غير ما المدير يفهم اي حاجة. ولما شرحت له الموقف اتفهم قوي وقال لي ان الراجل ده ممنوع من دخول المطعم ده تاني. اليوم اللي بعده الراجل جه تاني، بس اول ما انا لمحته رحت قلت للمدير على طول. خرج له وقال له انا اسف لحضرتك، ممكن من غير مشاكل تخرج من المحل؟ الراجل وشه اتغير فجأة، اتعصب قوي وفضل يشتم ويقول كلام وحش جدا وهو خارج. وفي وسط الكلام سمعته بيقول لي على فكرة انت مش هتخلصي مني كده، وكان بيضحك ضحكة مستفزة جدا. الليلة دي خلصت الشفت بتاعي على الساعة 2 الفجر تقريبا، وخرجت من المطعم طلبت تاكسي وركبت. في الطريق طول ما احنا ماشيين والطريق كان فاضي قوي، كنت ملاحظ ان في عربية واحدة بس ماشية ورانا طول الطريق ومبتخشش لا يمين ولا شمال، ملحقانة، لما بنقف بتقف ولما بنتحرك بتتحرك. بس ما حطيتش في بالي اي حاجة. وصلت للبيت وحسبت التاكسي وطلعت. الليلة كانت عادية جدا لحد الساعة 4 الفجر، ما كنتش لسه خدتلي ساعتين نوم على بعض لما صحيت على صوت تخبيط على الباب عندنا. قلقت وقلت مين هيجينا في وقت زي ده. طلعت برا قلت مين برا، محدش رد عليا. قلت أبص من العين السحرية، بس الشخص اللي واقف برا كان حاطط إيده على العين السحرية وما كنتش عارفة أشوف مين اللي برا بالظبط. بعدها عدت تاني جملتي وقلت مين برا شوية وسمعت رد خلاني أقع على الأرض من الخوف. أنا الزبون اللي مغرم بيكي وعايز أعملك أي حاجة بس تحبيني. مي افتحي حالا. ماما طلعت من أوضتها وقالت لي في إيه يا مي؟
قلت لها اتصلي بالشرطة حالا يا ماما. فضل يخبط على الباب ويرزع فيه وحاول يكسره لحد ما الحمد لله صوت التخبيط صح الجيران اللي في الشقة اللي جنبنا، وطلعوله وهددوه انهم يتصلوا بالشرطة، فجري برا على الشارع على طول، والحمد لله معرفش يكسر الباب. اليوم اللي بعده رحنا القسم وقدمنا بلاغ، وربطنا فيه الفيديو اللي من كاميرا المراقبة بتاعت المطعم، ولحد دلوقتي ما سمعتش اي خبر عن الشخص ده. استقلت من المطعم لاني عارفة انه مش هيسيبني في حالي، ولسه بخاف جدا من كل مرة بروح فيها البيت لحسن اشوفه مستنيني برا. الناس المرضى مليين العالم، وما بقتش قادرة اصدق او ادي امان لاي انسان دلوقتي. القصة الثالثة. انا حلمي، عندي 24 سنة وبحب المغامرات جدا جدا، بكره القعدة في البيت ولازم اخرج يوميا حتى لو هتمشى في الشوارع مع اصحابي. في يوم من الايام كنت زهقان جدا انا وصاحبي ادري، وفي المحافظة بتاعتنا كان في مطعم واحد مشهور في المنطقة انه مسكون، وفعلا كان في شهود كتير بيحكوا انهم لما بيروحوا هناك بيحسوا انهم مش مرتاحين، وبيسمعوا اصوات زي ما تكون تخبيط جاية من ناحية من نواحي المطعم، ولما بيسألوا العاملين هناك مش بيدوهم اي اجابة مفيدة وبينكروا خلاص. اتصلت بأدري صاحبي وقلت له احنا لازم نروح هناك، بس المرة دي في حاجة زيادة هنعملها، احنا هنحاول نستخبى في الحمام او في اي مكان يخلينا قاعدين جوه لحد ما يقفلوا المحل علينا، او نشوف كلام الناس ده صح ولا مجرد تسويق للمطعم عشان الناس تيجي وتعيش التجربة وهم يكسبوا. المهم أدري قال لي تمام انا معاك طبعا، بس يا رب محدش يقفشنا واحنا مستخبيين. وفي الليلة دي جالي عندي في البيت واستنينا لحد قبل ميعاد قفل المحل بساعة كده ونروح، وفعلا لما نروح نطلب لنا اي حاجة لحد ما يجي الوقت. رحنا على الساعة 11 تقريبا ودخلنا المطعم، وقعدنا في مكان يكون قريب من الداري وبعيد عن عيون الريسبشن والكاشير. قعدنا وجالنا الجرسون وقال لنا اقدر اساعدكم بايه يا فندم؟ قلت له انا عايز اخد عصير مانجا بس، وبصيت لأدري عشان يطلب هو كمان. أدري قال له عايز بيتزا مارجريتا بعد إذنك، بس تكون مقاسها وسط. بعد ما الجرسون مشي قلت لأدري أنت صدقت إننا جايين ناكل ولا إيه يا أدري؟ إحنا جايين لهدف معين ركز معايا. ولسه ما كنتش خلصت جملتي سمعت صوت خبطة جاية من حتة من جوانب المطعم. قلت لأدري أنت سمعت اللي أنا سمعته؟ قال لي لا الحقيقة أنا ما سمعتش حاجة، صوت الناس كان عالي جدا وما كنتش عارف أركز على الصوت خالص. شوية وسمعت صوت كأن حد بيزعق، بس الصوت كان مكتوم. ناديت حد من اللي شغالين ووصفت له الصوت اللي أنا سمعته. في الأول حسيت إن وشه جاب ألوان، بعدين قال لي في أعمال صيانة يا فندم، يمكن ده الصوت اللي حضرتك سمعته مش أكتر. أدري كان باصص لي بتركيز وهو كمان خد باله المرة دي من الصوت. مش عارف ليه لما سمعت الأصوات دي بنفسي حسيت إني قلقان وبدأت أخاف. إنك تسمع عن حاجة غير لما تعيشها بنفسك خالص. لما الناس بدأت تخف بعدها من المطعم والأعداد تقل بقيت قادر أكتر إني أركز مع الأصوات اللي بتحصل. في خلال الساعة دي بس أنا سمعت أصوات أكتر من مرة، الساعة كانت داخلة على 12 خلاص، ولقيت الجرسون بيقول لنا أنا مضطر أخد الحساب لأن خلاص يا فندم بقفل الحساب ووقت القفل قرب، فلو حضراتكم عندكم طلب زيادة أضيفه للفاتورة قبل ما طلع الرسيد بتاعكم بلغوني. قلنا له لا تمام هات الحساب دلوقتي، جابهولنا ودفعنا. وقلت لأدري تعالى نفضل في الحمام وما نخرجش خالص لحد ما يقفلوا كل الأنوار. دخلنا وقفلنا باب الحمامين اللي دخلناهم، وبعدها بخمس دقايق دخل حد من العاملين في المطعم وقال حد في الحمام احنا خلاص هنقفل. فضلنا ساكتين ووقفنا على التويلت عشان ضل رجلينا بيبانش من تحت، وفعلا خرج وقفل ورا الباب، ومفيش دقيقتين والمكان بقى ضلمة عتمة خالص. فتحنا البيبان وشغلنا الفلاش من موبايلاتنا، بس كنا مغطيينه بإيدنا عشان ما ينورش جامد. طلعنا برا وفضلنا موطيين عشان لو لسه في حد في المطعم ما يعرفش إننا جوا. قلت لأدري لما نشوف بقى الأصوات دي أشباح ولا إيه. لما تأكدنا إن محدش برا شغلت الفلاش وبدأت تسجيل فيديو عشان لو حصلت أي ظاهرة غريبة الموبايل بتاعي يلقطها. قعدنا على أي كرسيين في المحل ومفيش 10 دقايق وسمعنا صوت باب بيتفتح،
والتخبيط ظهر تاني فجأة، كأن حد بيخبط بإيده على حيطان خشب. قلت لأدري بصوت واطي: تعال نمشي ناحية الصوت. وهو كان خايف جدا ساعتها، بس ما كانش قدامنا غير إننا نكمل في اللي بدأناه. لازم نلاقي حل للسر اللي شغل عقلنا كل الفترة دي وشاغل عقول كل اللي يعرف المطعم ده. استنينا الصوت يتكرر تاني، وفعلا الصوت فضل كل شوية يتكرر لحد ما اكتشفنا مصدره. كان جاي من تحت المطعم. لقينا باب سرداب بس كان مقفول. أول ما حاولنا نفتحه سمعنا صوت حد طالع على السلم جري. اتثبتنا في مكاننا من الرعب اللي ملأ قلبنا. فجأة الباب اللي كنا واقفين قدامه اترزع جامد. راح أدري من خوفه قال: مين ورا الباب؟ الخبط وقف ومفيش ثواني وسمعنا باب جانبي كان جوه المحل حد بيفتحه بقفل. جرينا استخبينا تحت أي ترابيزة شفناها في وشنا جوه المحل وقفلنا الفلاش بسرعة. بس أنا فضلت مشغل الفيديو حتى والدنيا ضلمة. اتفتح الباب وطلع منه راجل وكان معاه تقريبا ست وولد كبير شوية، وراح ناحية باب السرداب وبدأ يتكلم. الراجل قال: أنا هفتح الباب يا سيد، اوعى تتعصب وإلا مش هتاكل النهاردة كمان. مامتك معايا وعايز تطمن عليك. سمعت بعدها الصوت اللي ورا الباب بيقول: بابا ماما خرجوني من هنا، والله أنا ماليش ذنب، أنا عايز أعيش معاكم فوق. الراجل قال له: ما أقدرش يا ابني، المجتمع مش هيتفهم الموضوع ده خالص، أنا هفتح. وأول ما فتح الباب لقيت شخص واقف، شكله كان غريب قوي، كان زي المسخ. تقريبا بدأت أفهم ليه هو حبسه تحت، شكله مخيف، كان مختلف عن الناس العادية. أنا وأدري كنا في قمة الخوف ومش قادرين نمسك أصوات أنفاسنا العالية ودقات قلوبنا اللي كانت واضحة قوي. فجأة الولد قال لأهله: أنا إيه ذنبي إني مختلف عنكم؟ أنا عملتلكم إيه يعني؟ واللي ما خدناش بالنا منه إن الولد كان حاطط إيده ورا ظهره، كان مخبي إيده لأنه كان ماسك قطعة خشب طويلة مدببة، وهجم على أبوه من غير أي مقدمات وفضل يطعن فيه كتير قوي. والأب حاول يهرب بس الولد زي المسعور، كان شايل كتير ومستحمل. بس العزلة والتفرقة في المعاملة تعمل أكتر من كده. كان بيضحك وهو بيطعنه، وأمه كانت بتصرخ وبتقوله: كفاية يا سيد، ده أبوك، كفاية. بصلها وقال لها: هو أبويا فعلا، ما هو باين من اللي هو عمله فيا. وبعدها أمه جريت هي والولد اللي كان معاها بسرعة ناحية الباب اللي جم منه، وقفلوا الباب بالمفتاح وراهم. وسيد مجريش وراهم لأنه كان لسه في صدمة من اللي هو عمله في أبوه. فضل باصصله وفضل يكرر جملة: أنا ذنبي إيه إن شكلي كده؟ متبري مني ليه بس؟ أنا عملتلك إيه؟ وفي نص المشهد المرعب اللي كنا بنشوفه أنا وأدري، فجأة أدري خبط الكرسي اللي وراه من الخوف وهو بيرجع لورا. سيد عينه بحلقت ناحية المكان اللي كنا مستخبيين فيه وقال بصوت كله غضب وعصبية: مين هناك؟ مين اللي مستخبي هناك؟ رد عليا. ولما ملقاش أي رد قام يدور بنفسه ناحيتنا. أنا وأدري اتحركنا للترابيزة اللي جنبها بسرعة، والحمد لله إن المحل مليان ترابيزات، ففضلنا بصوت واطي نتنقل بينهم وهو بيدور وبيقلب كل الترابيزات. فجأة جاله استنتاج إنه يفتح أنوار المطعم، ادانا ظهره وراح ناحية لوحة المفاتيح. في الوقت ده قمنا بسرعة أنا وأدري وجرينا ناحية الحمام، ولما فتح النور ملقاش حد. رحنا لنفس الحمامات اللي كنا مستخبيين جواها، وبسرعة بعت مسج لبابا وقلت له يتصل بالشرطة ويجوا على المطعم وإننا محبوسين جوا وفي مجرم برا. بابا شاف المسج بسرعة الحمد لله وقال لي: أنا جاي لك حالا. الكام دقيقة دول كانوا طوال قوي علينا أنا وأدري. سيد بعد تخبيط كتير برا وتكسير في الترابيزات حس إنه لازم يدور جوا الحمام. دخل الحمام وبدأ يفتح أكرة أكرة جوا، وأنا كنت في الحمام الرابع وأدري كان في الخامس. مع كل أكرة بيفتحها قلبي كان بيدق أكتر والرعب بيملى قلبي أكتر وأكتر. أول ما لقيت أكرة الحمام اللي أنا مستخبي فيه بتتفتح اندفعت جامد على الباب بكتفي بكل قوتي وزقيت سيد ووقعته على الأرض. وبسرعة ناديت لأدري وقلت له: اجري يا أدري بسرعة. فتح الباب وجري ورايا. ما كانش قدامنا أي مكان نستخبى فيه إلا مكان واحد بس.
السرداب اللي كان سيد محبوس فيه. المفتاح كان لسه في الباب، خدته ودخلنا أنا وأدري وقفلت ورانا بالمفتاح. سيد وصل للباب وفضل يزعق: اخرجوا اخرجوا حالا، بقول لكم هقتلكم زي ما قتلته. وفضل يرزع في الباب، بس أبوه كان عامل الباب قوي جدا عشان يمنع ابنه إنه يخرج للناس اللي في المطعم. كل ده كان صوت ابنه بيحاول يخرج من المكان اللي أبوه حبسه فيه، والسبب الوحيد هو إن ابنه كان شكله غريب عشان كده كان حبسه. قريب من المسخ اللي كنا بنشوفه في قصة وحش فرانكنشتاين المشهور. شوية واستسلم واقتنع إنه مش هيقدر يكسر الباب. سمعناه قاعد جنب جثة أبوه وفضل يعيط ويقول: أنا كنت بحبك أوي، أنا آسف والله. ومفيش نص ساعة والشرطة وصلت، والأم هي كمان كانت مبلغة الشرطة ومستنية برة. وأول ما وصلوا فتحت لهم الباب، وبابا كان معاهم كمان. قبضوا على سيد، وبعد التحقيق في القضية ولما سيد قال إن أمه وأخوه مشتركين في حبسه في السرداب، اتقبض عليهم هم كمان وخدوا حكم. كان موقف مرعب جدا، بالذات إننا كنا على مسافة بسيطة جدا من متنا. الحمد لله إننا عرفنا نهرب، وتوبة إننا نفتش في الحاجات الغامضة دي تاني. دي كانت حكايات النهاردة. أتمنى ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا كومنت، ولو مش مشتركين في القناة تعملوا سبسكرايب. شكرا ليكم، واشوفكم في القصة الجاية، والسلام عليكم.